بعض هذه الروايات تقول 40 أو أكثر من 10 أو 40 مدعي من آل محمد أو 12 راية من آل محمد، يعني من سادة هاشميين أو يدعون السيادة. كل واحد يقول أنا المهدي أو أنا باب المهدي أو أنا ولد المهدي أو أنا، وكل بلا قيمة، وناس تصفق وراهم وما موجود أي دليل. هذه الادعاءات باطلة. في الضرورة من المذهب، العلامات هي التي تعطيك، خصوصا تلك الحتمية والمتواترة القطعية، هي التي تعطيك حق ماذا؟ حق تكذيب هؤلاء بكل وضوح من دون ما تخاف. إذا أنت المهدي أو أنت باب المهدي، وين الصيحة؟ وين السفياني؟ وين اليماني؟